طبعا ضرب صاروخين، ضرب صاروخين 16، وما زال البرج قائما، ما زال البرج قائما. إيران تشتعل في هذا البرج. نقلنا لكم ووثقنا لكم جريمة استهداف، جريمة استهداف برج الجلاء الذي يحتوي على عدة مكاتب صحفية وعدة مؤسسات إعلامية، هي حرب شعواء على الإعلام الفلسطيني، محاولة لكتم الصوت، استهدف من قبل طائرات الاحتلال الاستطلاع بصاروخين، ثم تلا صواريخ الاستطلاع 3 صواريخ من الطيران الحربي، لكن البرج كما ترون ظل قائما، لم يتدمر بشكل كلي، وهذا يدعونا إلى أن نقول أن الاحتلال سيعيد استهداف البرج مرة أخرى لإسقاطه بالكامل. أربع صواريخ وما زال قائما صامدا. الرجاء مشاركة الفيديو. كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام أنه سيتم استهداف البرج مرة أخرى، وتم استهدافه فعلا بصاروخين من قبل طائرات الاحتلال. قوموا بمشاركة البث حتى يصل لأكبر عدد من المشاهدين، ليعلم العالم أجمع وليعرف العالم أجمع وليكون العالم أجمع شاهدا على جرائم الاحتلال في مدينة غزة. الأبراج السكنية تقصف بكل إرهاب وبصورة إرهاب يخرج بها جيش الاحتلال. نتوقع أيضا أن يتم استهداف البرج مرة أخرى حتى يتم إسقاطه. البرج لا زال قائما كما ترون، نتوقع أن يتم استهدافه مرة أخرى حتى يتم إسقاطه. حضرون مشجتنا، حضر مشجتنا، حضرون يا عفو الله. لا إله إلا الله. 14 طابقا. لا إله إلا الله. من الرماد الآن قام جيش الاحتلال، يا الله باستهداف البرج. 14 طابقا باتت أثرا بعد عين، لم يتبقى أي أثر لبرج الجلاء الذي كان شو ضايق. نعم، شفت كيف رمي. تم ضرب طبعا 4 صواريخ 16 وصاروخ سادس، يعني ما يقارب 10 صواريخ F-16 من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجنوبية. هكذا انتهى البث مع وداع ذكريات جميلة في برج الجلاء الذي يضم الكثير من المكاتب الصحفية ومكاتب المحامين. هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله.